أما بالنسبة للحروق إنه أنا تعرضت لأشعة الشمس بدون وضع واقي بشكل مستمر، يعني مثلا ممكن 15 دقيقة بس أنا تعرضت لأشعة الشمس مدة 15 دقيقة وتحركت، كيف أنا أفرق بين أنواع الحروق؟ عندنا طبعا 4 أنواع من الحروق الناتجة عن أشعة الشمس، الدرجة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، كل ما زادت الدرجة زادت حدة الحروق. الدرجة الأولى بتكون حروق بسيطة طفيفة يعني مثلا بس بيصاحبها احمرار في الجلد، في ألم كمان طبعا موجود طبعا. هي هذه الأكثر شيوعا، هذا النوع من الحروق هو من الأنواع الأكثر شيوعا والأقل يعني ضررا يعتبر. صحيح. أما بالنسبة للنوع الثاني من الحروق بيكون برضو مؤثر في الدرجة الطبقة السطحية أو الأولى من الجلد مع جزء بسيط أو بارشل من الطبقة الثانية، وبرضو بيصاحبوا حروق ألم، بيصاحبوا احمرار، ممكن اللي هي الفقاعات المائية تظهر في الحروق الدرجة الثانية. أما بالنسبة لحروق الدرجة الثالثة هذه يعني وصلنا لطبقة أعمق من الطبقة الثانية، فهذه برضو شديدة تعتبر ومضرة. أما بالنسبة لحروق الدرجة الرابعة طبعا هذه جدا خطيرة، لازم إنه اللي تعرض لهذه الحروق يروح للمستشفى ويراجع طبيب بشكل عاجل، لأنها وصلت وحرقت جميع طبقات الجلد، يعني ممكن حتى توصل لطبقة الدهون وطبقة العظام، ففعلا هي جدا خطيرة. طبعا في هذه الحالة ممكن يحتاج المريض إلى التنويم في المستشفى تحت إشراف طبي. طبعا لازم إحنا ننتبه من الشمس بشكل فعلا جدي.